يتفقد وزير النقل هشام عرفات اليوم أعمال تنفيذ الطريق الدائري الإقليمي المدرج ضمن المشروع القومي للطرق من أجل متابعة معدلات تنفيذه. يضم الطريق الدائري الإقليمي في القطاع الذي تنفذه وزارة النقل أعمالا صناعية تصل إلى 50 كوبري و64 نفقا. يبدو هذا القطاع من طريق القاهرة بلبيس الصحراوي حتى القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وسيربط الدائري الإقليمي محاور النقل بين محافظات الصعيد ومحافظات القناة والدلتا، ويساهم في خفض كثافة الحركة المرورية على الطرق الرئيسة بالقاهرة الكبرى.